فعلا 100% تضاهي الدول المجاورة وتضاهي شمال العراق كردستان. طبعا بالآونة الأخيرة انتشرت مزارع مدينة بلد، وهي من أهم المتنفسات في العراق وأهم متنفس سياحي بالنسبة للعوائل وللشباب. كون قضاء بلد يقع جنوب صلاح الدين وشمال بغداد، فيعتبر في وسط المتنفس للعوائل وللشباب اللي يجي من تكريت قريبة عليه، اللي يجي من بغداد تكون مسافة 70 إلى 80 كيلومتر، فتعتبر مسافة قريبة جدا على الزائرين والسائحين الوافدين إلى قضاء بلد. قضاء بلد مدينة سياحية أصبحت بحتا، كونها تحتوي على أكثر من 400 منتجع، وهاي المنتجعات تستقبل جميع العوائل والشباب، وهاي المنتجعات يتوفر بيها كل ما يحتاج السائح. أولا الجو معتدل في قضاء بلد، ثانيا تحتوي على منزل يحتوي على جميع كافة وسائل الراحة، تحتوي على مسبح، غرف منام اثنين، صالة كبيرة مثلا، مطبخ، حمامات، فيحتوي على كل وسائل الراحة، يحتوي على ألعاب للأطفال، يحتوي على ألعاب للكبار مثل المنضدة والفيشة والبليارد وما شابه، وكل هاي الوسائل موجودة في منتجعات قضاء بلد. منتجعات قضاء بلد تعتبر قريبة جدا للمواطنين، كونها تحتوي على خصوصية تامة، مثل ما تروح للشمال أنت أو الغير مكان أو لأي محافظة ثانية فماكو خصوصية لعائلتك. منتجعات بلد مسيجة بالكامل، عائلتك راح تكون محافظ عليها، تصبح العائلة تتونس بخصوصية تامة. وقضاء بلد هو أرض زراعية واسعة، يعني الأكسجين، نقاوة الجو، متنفس عالي جدا في القضاء. فمنتجعات بلد هي متنفس سياحي في صلاح الدين بصورة كبيرة جدا. مزارع تحتوي على خدمة عالية، عمال تنظيف، وضع الكلور للماء، تنظيف المسابح بصورة دورية، تبديل مياه المسبح على طول اليوم، وضع مادة الشب، وضع مادة الكلور، فهذه تعتبر كلها إيجابيات بالنسبة للمزارع في مدينة بلد، وهذه أهم تطمئن المواطنين، تطمئن العوائل، تطمئن الشباب أنه نظافة وأمان والوضع الأمني مستقر في قضاء بلد وفي محافظة صلاح الدين عامة. فهذه كلها إيجابيات في منتجعات مزارع بلد، ونستقبل إحنا كأصحاب مزارع، نستقبل جميع العوائل، جميع الشباب الوافدين إلى القضاء، ونأمنهم أنه الوضع الأمني مستقر، وكل ما يحتاج الزائر والوافد كسائح إلى مدينة بلد راح يلقاه متوفر في مزارع بلد. نعم، بالنسبة للمزارع تحتوي على المطبخ الحار والمطبخ البارد اللي هو داخل المزرعة، وخارج المزرعة يوجد مكان خاص للشواء، تنور الطين اللي هو ينشوي به الدجاج والسمك، ومكان خاص للشوي، ومكان خاص للشوي الكباب والتكة والمعلاق وما شابه، فهاي كلها متوفرة في مزارع ومنتجعات قضاء بلد، فيه وهي كمزارع سياحية فعلا 100% تضاهي الدول المجاورة وتضاهي شمال العراق كردستان.